السلام عليكم، سميتي ليندا الحلاح، عندي 32 عام، حاليا عايشة في جديدة. الصراحة أنا من لي جون اللي دوزوا لونفونس ديالهم في اسواز فيلاج. صراحة دوزت واحد لونفونس اللي انوبليابل، نقدر دابا نرجع، قولي ترجعي نرجع. دوز مع واحد لا فامي اللي هي كتكون من ام اب والخوت، يعني بحال كاي عائله، عندي تا انا ماما، عندي بابا، عندي خوتي، عندي خالتي، عندي جداتي، هما واخا ماشي عائلتي ولكن كنا كنحسوا بحال العائله. يعني الحمد لله، زعما ما نكذبش، عمرني حسيت بشي حاجه نقص انني خصني نعرف عائلتي ولا خصني نقول شكون انا ولا جامي دلافي، عمرني حسيت بها. حيت ما نكذبش عليك، كنت عايشه واحد الحياه اللي اش غنقول لك، كنلبس احسن لباس، كنعس في احسن بلاصه، كناكل ماكله اللي خصها تتكال، يعني الفطور بحقه وطريقه كيف ما كنقولوا، الغداء بحقه وطريقها. يعني الحمد لله ما كانش عندي مدرسه، كنت كنقرا في احسن مدرسه، الناس اللي كانوا دايرين بيا زعما الحمد لله عمرني حسيت بها. تعامل كعائله، كنا حنا عائله، يعني عندك خوك، عندك ولاد جيرانك، عندك غير حنا كنا غير الناس ديال لاسوسياسيون، يعني ما كاينش شي حد براني. شكون اللي براني؟ الناس اللي كانوا خدامين في لاسوسياسيون، ولكن حنا ما كناش كنحسوا بهم برانيين، كلشي كنا بحال عائله، كانوا لدرجه كيتعاملوا معنا. ما نكذبش عليك، ما كانش هذاك النقص والو، عمرني حسيت به. انا في هذيك المده كان كيطيح لي في راسي، باغا غير نخرج نلعب، باغا غير فين غادي نسافر، هاد المره فين غادي يصيفطوني نسافر، قرب العيد، الحوايج العيد غادي نلبسهم، هادشي اللي كنت انا كنت كنفكر فيه. انا من بعد هنا فين بدات انا بالنسبه لي عاده بديت الحياه، بالنسبه لي انا عاده بديت، وما نكذبش عليك خرجت لواحد الواقع اللي عمرني توقعته، اللي اش غنقول لك، لقيت الناس اللي باغاني، الناس اللي ما باغانيش، لقيت الناس اللي كتشفق عليا، انا ما تشفقش عليا انا، حيت انا ماشي غلط ديال واحد جوج الناس داروهم، ماشي انا سبابهم، هما اللي يتحملوا مسؤوليه. علاش غيشفقوا عليا على واحد غلط داروه واحد جوج الناس؟ بالعكس، هذا هو الغلط اللي الشعب، اللي الناس اللي كديروا. باغ كونط خلا ما تحاسبش هذاك الدري على واحد الغلط اللي هو ما ذنبو والو، هو خرج للدنيا لقى راسو في واحد العالم اخر، علاش غادي تحاسبوا عليه؟ لا، هذا هو الغلط اللي لقينا. وحنا تربينا، ما نكذبش عليك، تربينا غير على واحد التربيه ديال نضحكوا مع كلشي، كول مع كلشي، نوقفوا مع الناس، يعني نيه كيف ما كنقولوا. ولكن الناس استغلتنا، الناس استغلت هذاك التعامل ديالك، استغلت هذاك الضحكه ديالك، حسداتك على الحياه اللي عشتيها. انا الناس عشت معاهم من بعد، تلاقيتهم بعائلاتهم كيقول لك انا عشت ديك العيشه اللي عشتو فيها، مشاو شافوا فين عشنا، وشافوا كيفاش مربيه، وشافوا كيفاش كنتعامل. ما نكذبش عليك، قال لك كون غير كنا حنا في بلاصتكم معاكم، حيت لان فريمون الحياه اللي عشناها حنايا، ما نكذبش عليك، انا دابا يقولوا لي نرجع، نقول لهم دابا نرجع، ما عنديش مشكل. كيبقى فيا الحال بزاف، حيت كنشوف انا دابا شي وحدين، لهذا هو الميساج اللي بغيت ندوزو، هو شي وحدين اللي كبروا معايا في لاسوسياسيون، ممكن ماشي الجيل ديالي ولكن من بعد ضاعوا، ما نكذبش عليك ضاعوا ديال بصح. والغلط نقدر نقول لك شي حاجه من لاسوسياسيون، شي حاجه ديالهم هما، يعني غنقول لك نص نص، الغلط من لاسوسياسيون، غلط الغلط ديال لاسوسياسيون. علاش الغلط ديال لاسوسياسيون؟ هو انهم وفروا لهم كل شيء، ما وراهمش الواقع كيفاش داير، الواقع ديال ان برا كيفاش دايرين، الناس كيفاش دايره ما عرفوهاش. ملي خرجوا لقاو عالم اخر. بيان سور، واش انت ديما موفر لك فين تنعس؟ عندك بلاصه كتنعس فيها، بلاصه كتاكل فيها، بلاصه كتلعب فيها، بلاصه حوايجك ديال النعاس بوحدهم، حوايج ديال اللعب بوحدهم، بيجامه باش كتخرج بوحد، يعني عندك كل حاجه بوحدها. الناس ما عندهمش هذا الشيء، ملي تحطوا في هاد المواقف داخو، كاين اللي خرج للزنقه. ولكن في لاسوسياسيون فيهم ناس زوينه، فيهم ناس خايبه، فيها الناس اللي كدير الفرز بين الدراري، وكاين فيها الناس اللي عندها النفس وكيبقى فيها الحال في هذاك الدري، انه خصو يوقف وخصو يدير ويوصل داكشي اللي هو خصو يوصل، حيت هذا هو لوبجيكتيف ديال لاسوسياسيون. لاسوسياسيون لوبجيكتيف كتوصل معاك حتى الاخر ديالك، مره جوج ثلاثه، ولكن ملي كتبقى طيح وتنوض وطيح وتنوض كتهز يديها، حيت ما عندهاش غير واحد ولا جوج، عندها بزاف، عندها بزاف. يعني ما غاديش انا تبقى حضياني غير انا طحتي نوضي، لا ما عجبكش الحال نوضي، انا نعاودو نبدلوك. ولكن راه ما عندهمش غالين، دا ما عندهمش غير فلان ولا فلان، راه عندهم بزاف.
والغلط ديال لي جون ديالنا انهم كيتسناو ديما بحال هكاك ديما خاصهم يبقاو جالسين ويجيو يحطوا ليهم نو ما يمكنش ما يمكنش هكاك ديما راه الواقع حاجه اخرى هذاك الشيء اللي كبرتي فيه في لاسوسياسيون ماشي هو اللي عايشو دابا كاين الناس اللي كتستغلك كاين الناس اللي كتبغيك والناس اللي كتبغيك من البعيد كاين الناس كدوز معاك غير فتره وكتصيفطك صافي سالات منك صافي ولكن علاش انا ما غاديش نوض ونوقف على راسي نطيح ونعاود نوض نطيح ونعاود نوض نطيح ونعاود نوض علاش انا غنبقى نتسنى لاسوسياسيون ولا نتسنى انا نمشي نقلب على والديا والديك ما بغاوكش علاش انت غادي تقلب عليهم والديك ما كاينينش ما عارفينكش واش كاين علاش انت غادي تقلب عليهم والديك عارفينك ولكن ما بغاوكش صافي انا ما بغاونيش هذا نوض نبقى نبكي ونتقنت ونوض نبدا نقلب على الاعذار انا يتيم غتعاملوا معايا لا نوض وقف على راسك نوض خدم ما قبلاتكش هاد الخدمه نوض نقبل على راسي في الخدمه وعافاكم هادوك اللي كيشدوا بحال هاد الناس ما يبقاوش يشفقوا يديروهم شفقه سد الدري وشوفوا شنو عنده شنو يقدر يدير راه عندهم راه اي واحد ما كاينش شي واحد اللي ما غاديش يقدر يدير واحد الحاجه ولكن اعطيه فرصه ولكن ماشي كيتيم حيت هو ما ذنبو حتى شي حاجه الدرم ديال هادوك جوج الناس بغاو ولا كرهوا هما اللي مسؤولين على هاد الغلط ديال الدري ولكن الدري ما يديرش نفس الغلط ولا البنت دير نفس الغلط تقول انا غلط ندير انا غلط لا هما غلطوا صافي عيشي حياتك ديري حياتك ها احنا الحمد لله نقزناها وعشنا ودوزنا ودرنا حياتنا ودرنا العائله وفين المشكل صافي ندم غيبقى بشويه بشويه كل حاجه نعطيها وقتها وقت الخدمه ديالي خدمه وقت العائله العائله وقت الضحك الضحك كل حاجه بوقتها علاش انا كنوض نحاس براسي بالناس اللي هما غالطين فيها لا ما نحاسبش ومدا نخرج انا يتيم تعاملوا معايا لا انت ماشي يتيم انت بشر بحال اي واحد شنو يتيم حيت ما كبرتيش مع داركم ولا كبرتي مع عائله لاي واحد يتمناها ما تحاسبش راسك عليها ولا تبدا تقول لا انا دار معايا فلان لا انا فلانه نو الناس فيها وفيها ما تبقاش نوض تعاود شكون انت حيت الناس غتشفق عليك راه الناس كتاخذ عليك شفقه غتسالي واحد تقول لك انت غيتيم انت ولد الزنقه وهذه هضره غادي تقال اي واحد ما غيتقبلهاش راه الناس اللي بعائلتهم ما كيبغيوش يسمعوا هذه الهضره والناس اللي كابرين راه انا نقدر نقول لك انا هذه الهضره نقدر نسمعها كتجيني عادي حيت ما عرفونيش فين عشت وما عرفونيش فين كبرت حيت كون عرفوني فين كبرت يقدروا ما يبانوش حدايا يحترموني يقول لي انت كنحترمك عشتي احسن عيشه وكليتي احسن ماكله ومشيتي لاحسن بلايص ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس